بابا ليه؟ ما والله اخويا الصغير نورمال يقتلني. يا بدي تفليم، فما واحد يقتل اخته من الاول جزيهم صعيبه من بعد نورمال. سما نورمال تتعدى؟ تتعدى يمشي عديوني انا جماعتك في التويت. وانا نخلي شكون يدقك ببره؟ هو ما الافكار عندك ها؟ انا في بالي اخواتي ضاربين يا اخي، انت طلعت ضارب اكثر منهم ببرش. في بالك هكاك باش تمشي لدارنا تقول لهم جيناكم خاطبين راغبين في بنت لحسب ونسب، ما كيف تقول لهم حبلت لكم بنتكم تولي مقنع اكثر. إيه ما احنا مازلنا ما عملنا شيء باش نولي مقنع اكثر. اسمع زين، انا يظهر لي داركم كان يسمعوا بحكيت صغير اللي ما فهميش منه اللي احنا نكذبوا عليهم باش يهبلوا علينا. مش كي نصلحوا غلطتنا ونعملوه بالرسمي خير؟ جرب ساعدك نخلطك على ولد صلوح. امان هون عليك. بلاش صداقته، اكتب صداق واعمل اش تحب. طلعت محافظه. كل حاجه في طريقها بنت الحاج بوبكر ران. انا ما نحبش نعكس. اما فسر لي حاجه برك. الراجل رشخت له زوز كراتش في مخه نورمال. كي نقرب لك انا تولي بنت الحاج بوبكر. فما حاجات ربي يغفر ويسامح وفما حاجات لا. وه شبيك زينيره. بنتك حتى الوقتاش باش تقعد عامله بعمايلها. برعيت لها تنسمع منها هي طول. مقطع. هاربه ما فهمش ريحتها. أيمن عندك الحق. وقتك ماشي وعمايلها تكبر. لازم نوقفوا عند حدها. مريت كيفاش ماو؟ تسيب لها السبع تاخذ اليد. تسيب لها اليد نجم ترحي البدن الكل. شنعملوا لها بابا؟ أخوك طلع رايو حاتم وأنا باش نجم نفض حاجتي براجل. راجل كيفك؟ أنت راجل؟ أنت قولي شنيا المطلوب وش عليك؟ يظل لي أختك يلزمها دخلت على البوليس وعلى ولد صلوحة. صفحون تويوها. أما حكاية كيما هذه ما نجمش نعطيها اللي يجي. تتلهبي أنت يا أيمن؟ أنا؟ صحيح هي حطتنا خشوماتنا في التراب، أما تقعد لحمي ودمي. يعطيك قلبك براني يسيل دم ولاد الحاج بخلاف ولاد الحاج. ليه بابا ما سوير ملي تحب تعمله؟ لو كان ما جيتش سوير راني ما جبتش على الموضوع اصلا. بابا تهنى عليها وكلامك يتطبق. غدوه تلقاها. اوكي. استنى بابا، ايش بيكم يا اخي؟ مش كان نرزنوا شوية خير؟ طلع حنين فرخان. قلت لك شلت أم حنين يحب أختي. وأنا قلت لك ما يعمليش. خسارة ما جيتش أنت حبلة في بلاصة زينة. سكر فمك ويزي من البلاد، عندنا مشكلة لازم نحلوها. مشكلة بالحق. مشكلة بالحق. ياكم أنتم تفرقوا فيهم عليا من قبيل. باش نفرقوا فيهم عليك. لما أنا كبرت. حبيت نعرف قبل من نعيني. يا لندرا باش تقفوا مع بعضكم وقت الشدة ولا لا؟ الخوه باش يلقى خوه وقت الشدة ولا لا؟ الحمد لله والشكر لله، جبت وكبرت وربيت ولقيت. يلزمنا نلقاو كيفاش لكنتوها على الحكاية فيسع فيسع، أما ما نحبش تخبر يخرج من هوني حتى حد ما نحبو يسمع، بالأخص أمكم المسكينة. تو مشي من قدامي. سلاسي يوسف. سلام. سلام أمي. أهلا أمي. عندي ليك خبير به. واحد من ولادك ثلاثة يحب يخطب. بدرة؟ خاطيني يعني. أمال بيرم؟ إيه يا بنتي جربت مرة أنا شافة وتوب. ايه يا امي ايه شبيك بيت؟ توا اللي فما حكيناه وتفهمنا، وين العروسة خلينا نشوفوها؟ Mm-hmm.
يعطيك الصحة. أبحاث قاعدة تقدم ليه. سي زين تعزرت لي عملتوها شيخة بها الصحافة. قلت للزميل نعرفوا شكون، كمل وقف وسكر علينا الدوسي. فما حكاية ماهيش راكبة. وضح لي كلامك. قال لي فما شكون يهز فينا في ثنية غلطة في الأبحاث. كلامك هذا على شنو مبني؟ حتى هو إحساسه برا. الكلام هذا كان قالوا لي حد آخر. يعني قلت له خرج عليا من بيرو. أما أنت تعرف قدرك عالي عندي. ما نجمش نقدم دوسي لكل جمهورية مبني على إحساس. جمال الصحراوي بالسلاح اللي عنده كل ماهوش مستحق انه يقتل بوليس ويفكر الفرد نتاعو وزيد يقتل بيه ولد صلوح ومن بعد يكفن السلاح عنده هو يعرف اللي دليل كيما هكا ينجم يلف حبل المشق على رقبته. واش كان جيبنا سي جمال الصحراوي هذا نسمع منه؟ ولاد الكل قاعدين يخدموا عليه. اما خايف كان يلقاوه ناس اخرين قبلنا ما عادش تكلم جمله. مادام ماخذ معايا موعد جاني حد بيرو نتصور لي عندك الحق. سيد المدير يلزم ولادنا كل يهبطوا للتيران. والحامة كلها تترفل، كلي عنده طرمطة، كلي عنده كيلو، كلي عنده طرف. لازم المعلومة توصل للناس الكل. لازم نخنقوهم. مش حتى واحد فيهم عاش ينجم يتحرك. وقتها يدور على بعضهم. ولازم واحد منهم تو يتكلم. فاش تستنى؟ استنى في التعليمات. تحب تعزيزات. انت تعرف البلاد سخونة توا وعندها برشا وجهات محلولة. هذاك على جيتك. باهي، ما نجمش نخليك ليفيكتيف لحاجة كبيرة متابيرة. لازمني ندير ريزولتا. ندير ريزولتا في أقرب وقت باش نبرر تعليماتي. للوزيرة؟ مش للوزير برك. للوزير واللي فوق الوزير والنقابات والرأي العام وانت تعرف اللي يستناو فينا في الدور. كيكك يا حل بليل حشب ما في بالي طرف الزطلة ولا أغلى من دربوسة الفودكا. هذا كان وقيته زد اللحامة قالت تشيل بكبيرة وصغيرة وانت تلحب وتبيع وجوك على جو. أمان مانيش مقصر وتعرفني عيني نعطيهم خدمة للوطن. تعالي عارت لي حاجتي بيهم عينيك نجبدهم وحدي غني. والله اللي عندي الكل قلت هما برشا توقفوا عن نهارين صبتي انا هذيك ناقص كامش نصبوا بروحي. ما حكاية ماهيش هي. ضويلي شوية قولي اش تحب تعرف وين نلوج تو الخبر اللي حاجتك بيها تو يجيك ليديك. جمال يقتل في البوليس علاش؟ هاو ناس الكل في بالها اللي هو حب يغور على سلعة الحاج بكر وزميلك متعدي من الغادي بالصدفة. هكا معناتها جمال حاير في السلعة يهبط على دب والحاج ما دراك وزيد يضرب الحكم بالكرتوش. والله انا بيدي راهو باللي سمعت علاش خويا يضرب بالكرتوش وقت اللي نجم يفضها بالمية دينار. ما نقصد شيء راهو. حاجة وجمعته شنو احوالهم؟ الحاج عادي اي وبنته باش تعرس. فرقة صغيرة؟ ما عادش صغيرة كبرت. شكون باش ينسب؟ والله ما عندي حتى فكرة علمي عليك. ماذا بيك لا تولي تعرف؟ حساب. أو خلي عندي سؤال خلي. ريث. جا ربي عندي سؤال. قل. لو أنا كوفري فيك علاش وأنت ما تصلح لشيء؟ والله يا سي سفيان والله. شش. عندك خبر صحيح. طير وجيب غنية ساعة المرة الجاية.